شبكة شام أحمد نور. سيد نور، حدثنا عن هذه الحادثة، حادثة إسقاط مروحية للجيش النظامي. نعم، استطاع كتائب الجيش السوري الحر اليوم وفي ساعات الظهيرة وفي تمام الساعة 12 ظهرا اليوم من حيث تمكنت من إسقاط طائرة مروحية كانت تقصف قرى وبلدات معرة النعمان وقرى الريف الجنوبي، حيث تصدت لها المضادات الأرضية على كتائب الجيش السوري الحر شيلكا والرشاشات الثقيلة، واستطاعت إسقاط هذه الطائرة. وصلت لكم مقاطع الفيديو التي تثبت إسقاط هذه الطائرة التي سقطت في جنوب بلدة فرومة عند منطقة تسمى أبسيدة، حيث وضعت هذه الطائرة لإطلاق نار كثيف من الرشاشات الثقيلة والمتوسطة أدت لانفجارها في السماء وسقط حطامها على الأرض، وموجود الآن في منطقة تسمى أبسيدة جنوب بلدة فرومة. هل هناك أخبار؟ نعم. هل هناك أخبار تقارير عن قائد هذه المروحية؟ الصور التي ظهرت، هناك العديد من الصور التي ظهرت، ولكن احدى الصور ظهرت تظهر تفجر او انفجار المروحيه في السماء. اعتقد ان ربان الطائره وقاده الطائره قتلوا نتيجه الانفجار الذي حدث في الطائره قبل سقوطها وارتطامها بالارض. طيب، عدا عن هذه الحادثه سيد احمد نور، ما هو الموقف ميدانيا في ادلب؟ نعم، تستمر معركة النعمان وبلدة معرة النعمان للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تستمر كتائب الجيش السوري الحر بمحاصرة آخر مناطق كتائب الأسد في معرة النعمان، وهو وادي معسكر وادي الضيف ومن أكبر المعسكرات المتواجدة في المنطقة، والذي يقوم بشكل بقصف قرى وبلدات جبل الزاوية والريف الجنوبي والشرقي لمعارك النعمان، وتمنع عنه وصول الامداد من الزيارة. كما تستمر نعم. المعارك الشرسة حول حرس الحامدية على الاتصالات الدولية بين خان شيخون ومعرة النعمان، بالإضافة لمعارك طاحنة تدور في منطقة. شكرا لك سيد أحمد نور، وعذرا على المقاطعة لرداءة الصوت من المصدر، كنت معنا من إدلب.